تشريع جديد يدرسه البرلمان الصيني يهدف إلى معاقبة الآباء على سلوك أبنائهم إن بلغ حدا معينا من السوء أو مما يصنف جريمة. مسودة القانون التي سميت بتعزيز التربية الأسرية تنص على أن أولياء الأمور سيتعرضون للتوبيخ وسيضطرون إلى اجتياز برامج للتوجيه الأسري إن وجد المدعون أن أبنائهم أتوا بسلوك بالغ السوء أو إجرامي. مسودة القانون ستراجعها اللجنة الدائمة للبرلمان. في الصين الآية معكوسة، الأبناء هم من يأكلون الحصرم والآباء يدرسون، فأخطاء الأبناء يدفع ثمنها الوالدان، مع دراسة البرلمان تشريعا لمعاقبة الآباء على أفعال أولادهم. قانون تعزيز التربية الأسرية سيعرض أولياء الأمور للتوبيخ واجتياز برنامج للتوجيه إذا وجد المدعون أن الأبناء أتوا سلوكا سيئا أو فعلا إجراميا. تبريرات للقانون بأن الأولاد يسيئون التصرف عند تقصير الوالدين في تربيتهم. يحث هذا القانون الآباء على تنظيم وقت لراحة أولادهم وللرياضة واللهو وممارسة الألعاب الإلكترونية التي سمحت بها الصين لساعات محدودة أسبوعيا، ولكن أولياء الأمور يحبسون أنفاسهم خشية من أن يصبح هذا القانون ساري المفعول. وينضم إلينا من الجزائر الدكتور نور الدين بكيس، أستاذ علم الاجتماع. أهلا بك دكتور نور الدين معنا. إذا بداية، ما رأيك بمشروع القانون هذا والذي يذكر ربما برواية 1984 لجورج أورويل؟ أولا مساء الخير لكل مشاهديكم. أعتقد أن المشروع لا أقول أنه غريب، لكنه في آخر المطاف يطرح أهم مشكل، إشكالية كبيرة جدا. هل اليوم الأفراد في المجتمعات يحتاجون إلى الدولة الراعية التي تتدخل في كل شيء على أساس أن هناك نوع من الانفلات، الانفلات الذي لم تعد تستطيع الأسر أن تساير حجم التحولات الكبير جدا؟ وبالتالي النموذج الصيني أصبح بكل جرأة يطرح فكرة التدخل حتى داخل حياة الأسر، ويحدد النمط الذي يجب أن يكون عليه الأب والأم في الأسر. يعني في الأخير هو نموذج يعني ثري للنقاش، على أساس أن هناك انفلات كبير جدا حتى في الدول المتطورة، لكن النموذج الصيني يبقى دائما نموذج قد يبدو لنا غريبا، لكنه في آخر المطاف هو يحاول أن يتحكم في حجم التدهور وحجم الآثار الوخيمة للانفلات الحاصل على مستوى العلاقات، على مستوى التماسك الاجتماعي، الانفلات الاجتماعي الحاصل. وبالتالي أعتقد أنها تجربة جديرة بالمتابعة، خاصة وأنها خلافا لربما الأنظمة الأغربية الأخرى هي تطرح فكرة أنه توفر البديل، البديل عن طريق التضييق على الإنترنت، البديل مثلا عن طريق التضييق على الدروس الخصوصية ومنع كلية الدروس الخصوصية في فترة الراحة الأسبوعية. يعني في الأخير هو نموذج ليس نموذج عاطفيا انفعاليا، بقدر ما هو يريد إعادة ترتيب الأمور. يبدو خشنا، يبدو قاسيا، نعم. يبدو لكن دكتور نور يريد الدين، احتواء كل نعم شيء، نعم بعيدا بعيدا يريد من الدفاع موضوع عن الواقع الصيني. نعم بعيدا من موضوع ما تسميه حضرتك بالانفلات، والبعض يسميه يعني تفكك الصلات الأسرية، خاصة اليوم مع ازدهار وسائل التواصل الاجتماعي والتطور التقني والتكنولوجيا أيضا التي تسيطر على حياة كل البشرية وليس بلد دون آخر. لكن هذا القانون البعض يراه أيضا يعني مشروع، خليني أقول، يعني لا يخلو من الديكتاتورية، لا يخلو من، يشبه سياسة الصين في التدخل بحياة مواطنيها. يعني كلمة سلوك غير سوي هي كلمة أيضا فضفاضة، أليس كذلك؟
أكيد هذا منطقيا عقلانيا غير قابل من المفروض للتطبيع، لأنه من يضع هذا المحتوى؟ من يصنع المعنى؟ مثلا عندما نتحدث عن الأبناء، نتحدث عن الشباب والمسؤولية، كيف نحدد عمر الشباب اليوم؟ لأنه اليوم أصبح حتى في الصين أصبح المتوسط الحياة بالنسبة للصيني يصل 76 سنة، خلافا للسابق عندما كان 61 و62%، وبالتالي مرحلة الشباب قد تصبح اليوم أكثر امتدادا. مثلا قضية كيف يمكن معالجة هذا الأمر، والصين تعاني معاناة شديدة من تراجع معدلات الزواج بشكل كبير جدا، وأصبح مجتمع مسن بشكل كبير جدا. اليوم هناك قرابة 180 مليون من تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وبالتالي عدة إشكاليات تطرح نفسها. ليست الأمور بهذه البساطة، لا يمكن تحديد هذا السلوك السوي بكل بساطة، يجب أن توضع مؤشرات لتحديد السلوك. ثانيا، هذا التحديد للسلوك ألا يرتبط بظروف كل أسرة، بالظروف المعيشية، بالضغوطات التي تعيشها، بالمؤهلات والإمكانيات التي تتمتع بها كل أسرة، وخاصة الإمكانيات المعنوية، الإمكانيات الأخلاقية التي تستطيع أن تؤثر على طبيعة التنشئة التي يتلقاها الأفراد. وبالتالي أعتقد أنه موضوع من الصعب جدا تحديده بهذه البساطة، لكن هناك نية ورغبة في ربما تجريم بعض السلوكيات. سوف يتم تحديد بعض السلوكيات وتسوق على أساس انحراف وتجرم، ويتم المعاقبة، ردع من يشارك في إشاعة هذا السلوك، لأنه هنا لكن دكتور الأمر نور الذي الدين، تطرحه يعني ألا اليوم الحكومة يعتبر، الصينية نعم ألا من خلال هذا يعتبر، القانون تطرح في يعني أليست هنالك قوانين خاصة بالأطفال في كل أنحاء العالم، خاصة عندما ترتكب جرائم معينة؟ لكن يعني مشروع القانون هذا لا يتحدث فقط عن الجرائم، بل يتحدث عن سوء السلوك، ويقول إن الصين ستعاقب الآباء. يعني ألا يعتبر هذا انتهاكا أيضا لحقوق الإنسان وتعديا على خصوصية كل أسرة وكل عائلة وكل فرد وكل مواطن؟ عندما نسمع للخطاب الصيني وكأننا نتحدث كأننا نستمع إلى نموذج سلطوي لأسرة أبوية، تمارس هيمنة وسيطرة على كل الأفراد وتحدد كيف يفكر الآخرون. هذا نموذج قائم وليس نموذج يعتبر نفسه أنه معيبا أو أنه شادا، وإنما يعتبر أنه هي فلسفة حياة، هي تفكر، هي طريقة إدارة للمجتمع. لأنه قبل هذا القانون حدثت الكثير من الأشياء، الكثير من آليات الضبط الخاصة بالمجتمع الصيني فقط، خاصة وأنها مؤسساتيا تشرعا قانونا، قد توجد في مجتمعات عربية لكن لا تشرعا، لديها أدوات الضبط اجتماعية، أدوات ضبط معنوية أخلاقية، لكن في النموذج الصيني هي تطرح شيئا آخر، لأنها مؤسسة تخضع للتأسيس القانوني. عندما تطالب الأسرة بعدم إنجاب أكثر من طفل واحد وتعاقب كل من تجاوز هذا القانون، عندما تطالب الأسرة برفع الحق في الولادة إلى شخصين وتعاقب من يزيد عن ذلك، أعتقد أنه النموذج الصيني، الحكومة الصينية، النخب الحاكمة تتدخل في أشياء كثيرة. لقد قررت سن قانون يعالج فكرة عملية أنوثة الذكور، لأنها ترى أن الشباب اليوم، الشباب، فئة واسعة من الشباب تتجه للتأنيث وتمارس أخلاقيات ترتبط بالفتاة ولا ترتبط بالذكور. يعني هذه هناك توجه، هناك تدخل بشكل كبير جدا. عندما نحاول قراءة هذا النموذج مقارنة بالنموذج الغربي يحدث الخلل ونجد مقارنة مختلفة كثيرا. لكن الصيني، النخب الحاكمة في الصين لا تعترف بالنموذج الغربي، ولا تقيس ولا تعتبره نموذجا مثاليا تقيس عليه، وإنما تنفرد بنموذجها الخاص. وقد رأينا عندما جاءت أحداث كورونا مثلا كيف أصبح دار النقاش عندما رفضت المجتمعات الغربية الالتزام بالحجر، بالإجراءات، الحجر، رفض الالتزام، أصبح ينظر لأنه وكأنه تحتاج إلى نموذج يشبه الصيني نعم، الذي التجربة قمع الصينية المجتمع وفرض القمعية، صحيح الإجراءات. صحيح، وسيطر بالتالي على الفيروس. نعم دكتور نور الدين بكيس، إذن أستاذ علم الاجتماع، كنت معنا من الجزائر، شكرا
جزيلا.